النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1928 نقطة بانخفاض وقدره 0.40 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 806.38 بارتفاع عن معدل إقفاله السابق. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت الحكومة في شرق ليبيا أنها ستوقف الصادرات، وقفزت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.15% لتستقر فوق $77 للبرميل. ودعا مسؤولون في حكومة شرق ليبيا إلى وقف جميع عمليات إنتاج وتصدير النفط مع تفاقم الصراع السياسي بشأن السيطرة على البنك المركزي للبلاد. ارتفعت الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة وأرباح شركة إنفيديا عملاق الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من الأسبوع. وربح مؤشر ستوكس 613% في التعاملات المبكرة مع كسر سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام في الجلسة الماضية. وصعدت قطاعات التعدين والعناية الشخصية في حين تأخرت تجارة التجزئة وفقا لوكالة بلومبرغ. ويقترب مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي من أعلى مستوى قياسي له على خلفية الإشارات من مجلس الاحتياط الفيدرالي حول توقعات أسعار الفائدة. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. حذر أكبر منتج للصلب في العالم من مواجهة الصناعة في الصين لأزمة أشد خطورة من الركود في عام 2008 و2015، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السيولة المالية. ورجح رئيس مجلس إدارة شركة تشاينا باو ستيل جروب خلال الاجتماع نصف السنوي للشركة أن الأزمة ستكون أطول وأكثر صعوبة في التحمل مما تم توقعه، وساهم تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة في زيادة ضعف أسواق خام الحديد والصلب، حيث انخفضت أسعار المواد الخام إلى أدنى مستوياتها منذ العام الماضي. هذا وتنتج شركة باو وحدها حوالي 7% من إجمالي الصلب في العالم.